صحة شريبتكم. يظن مانيش نسيت نهبط الفيديو من نوع هذية، ما جو سوي اوبليجي. دونك الفيديو هذية ديريكتومون ميساج لمريم بن مامي على الكلام اللي قالته في موزايكا فيلم كي مو كونسيرن. هاني خديت وقتي، ما حبيتش نجاوب بالوقت باش ما تكونش الرياكسيون تاعي امبولسيف. دونك باش نحاول نجاوب بالبوان بالبوان، خاطر يا تيلمون دو كونتراديكسيون و دو تلوعيب و دو كذب في اللي قالته، شي وقف المخ. بيه، اول حاجه انت كي سالك هيدي على ستاتو قلت له ما في باليش وما قريتوش وما نعرفش، الوغ كو تو سي تري تري بيان انا وياك تقابلنا عند فلور دو ليس وسلمت عليا وانا جيتي فخواد وقلت لي ريمش بيك وجاوبتك. معناها جو كومبخون تخي تخي بيان اللي انت تاكل في خبزه وتخدم على روحك، دونك سي نورمال انك تخاف وتحب توري ايماج متاع مراه هكا محافظه، والا جو نسي با شنو عندك تحب تخبيه. امورك وربي معاك. معناها انا كان الكلام اللي تقال هذاك قالته سونيا بنت اميه ولا محرزيه العبيدي ما كنتش نتشوفك. كان نسيت مريم أول مرة وين عرفتك وفنا حال عرفتك نجم نذكرك راه به. إذا حاجة نتعديوها. ثاني حاجة ما في باليش بيك قارية رياليزاسيون وإلا تفهم في السينما. لحد الآن أنت ممثلة تلفزية ولا كرونيكوز ولا ربي معاك نامبورت كومونتي كيما مسمية روحك أنت، لا بلوند دو لا تيلي تونيزيان. يا سي مريم، اول حاجه راجل عماري اللي انت تحكي عليها وتحكي على الرياليزاسيون وتقول لك حقك قعدت وسن هذه حق تصور تدرى شنيا، ماذا بيك ان شاء الله نهار توصل تقرا ولا تمشي تقرا في الفيميس كيفاه هي وتعمل لنا فيلم من اخراجك خلينا نتفرج شنو تنجم تحكي ابداعات. الحاجه الثانيه ما ظهرليش ان نوماديس ولا دره بوشوشه والا اللي كانوا موزعين ومنتجين في الفيلم دواحة اللي هو فيلم يمكن عنده أكثر من 10 سنين ما عاش عليه أنت تو تجبد فيه. الفيلم اللي قلت هبطوا لا فيديو سور سور يوتيوب وجو تحبوا يبيعوا الفيلم ولو بوز قدانيش قوية أنا ريم البنا. معناها أنت قلت ريم البنا إت أن بوتي مويان، يا عزيزتي وقت اللي أنا نخدم ونصور في الأفلام وندور في العالم إن شاء الله أعلم بيك فين كنت. معناها محشية اون سون فو. دونك غلط الكلام اللي قلته على خاطر الفيلم حتى ديمو وقت اللي مشينا بيه لابو ظبي ما عناش. معناها الفيلم خرج وعمل كومبيتيسيون اوفيسيل في لا موسترا دو فينيس وماخذ اكثر من 10 جوائز معناها انترناسيونال ودي بري في مجالات عود معناها دون لا رياليزاسيون. دونك حاجه اخرى نرجع لك لشوك الياسمين اللي انت بديتك قلت هو فيلم من أسوأ ما فما معناها وشطرتني الراي والحمد لله انا شطرنا الراي في حاجه معناها في شوك الياسمين. لله انت مش كما قلت نسي بكري احليهم كي تزعبن وهبطوا السفسارين من فوق ريوسهم وهبطوها على كتافهم انت كنت لابسه لانجري وفوقها السفساري وكي تدخل في السين بالله السين كانك بالحق مراه هبط هنا على الفيسبوك وخلي الببليك يحكم. خاطر انت اليوم وليت شريفة بنت الفاضل، ما كل شيء يفجعك وكل شيء يقلقك وكل شيء يدرى شنو يعني لنين انا انا اون سون فو بيه خصني خنذكر انا خاطر تلمو انت تو اميردي ما عادش نعرف حتى شنو هو الحاجات اللي قلتهم ما قلتهمش بيه. ان اوتر بوان ذكرتو باللي قلت انت صورت بكيني ما خرجتش من البيسين. يا اخي البيسين ماهوش ترانسبارون، ماكش في البيسين ما نجموش نشوفو شنو فما معناها تحتو. بي حاجة أخرى قلت أنت لا سين نتاعك في البيسين غير كيف باش يصور واحد يا روم بيان كو ما نعرفش شكون لام عليك كيفاش تصور فينا بالبيسين في بالبيكيني ولا عادي جدا معناها اسكول تعوم في بحر بيكيني ما نجي حتى حد لام عليك معناها علاش صورته. الفيلم انت قلت لا سين صورتها سي اون سين غير فاللي باش نسلك اسكو انت كي تدخل تدوش في دارك تلبس فوطه سي بون نتعدى باللي كثرت انا من باللي نحب نقول لك حاجه يظهرلي انت فيك مازلت ما خرجتش من البيرسوناج نتاع كاميليا معناها مازال واحد فيك والا منعش يمكن تعيش انت في دي مومون صعاب في حياتك متعبينك. عندي ليك نصيحة، فما شاليه ياسر مزيان في عين دراهم
تجم تمشي ترتاح فيه شوية. ولا فما ميزون ابارتمون في اللاك زيدا، قال لك اللي يبدا تعب في اعصابه في اللاك دو يمشي يرتاح فيه. داكوغ. وبالنسبة للخطوط الحمراء اللي انت قلت ما تعديهاش، بما انك انت ما شاء الله عليك فهيمة وتفهم وعندك رأي في كل شيء وما شاء الله عليك، معناها مرأة فاضلة تسب في العبيد الكل بوها على أخوه، نحب نسألك على سوجي ماذا بيا تجاوبني عليه، معناها سي توا لو كوراج دو ريبوندر بيان سور. شنو رأيك باللي في الخيانة الزوجية كي تبدأ مرأة معرسة وعندها صغار وتخون راجلها وهي معرسة بيه؟ تبيا تجاوبني في السوجي هذايا. بيزو.